ستة أشهر مضت على بداية الحرب في قطاع غزة، حصيلة القتلى الفلسطينيين مفجعة وفقا للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحية حول العالم، حيث وثقت أرقام القتلى أكثر من 33 ألف شخص، فيما الجرحى هم بعشرات الآلاف ولا تزال الحرب متواصلة. الجانب الإسرائيلي أيضا خسائره فادحة، بل وتعد الأعلى ليس فقط على جبهة غزة وإنما في الضفة الغربية كذلك وعلى الحدود الشمالية مع لبنان. بلغة الأرقام، فقد أودى القصف والهجوم البري الإسرائيلي منذ بدء الرد على هجوم 7 أكتوبر أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 33,175 قتيل في الجانب الفلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال وفق وزارة الصحة في قطاع غزة. أما القتلى في صفوف حماس فقد يكون من الصعب التحقق من هذه الأرقام جراء تكتم الحركة على الحديث عن قتلاها، إلا أن الرواية الإسرائيلية تتحدث عن أكثر من 12 ألف قتيل، من بينهم 5 قادة ألوية وكذلك 20 قائد كتيبة. بالانتقال للضفة الغربية، توثق الأرقام أيضا مقتل ما لا يقل عن 459 فلسطينيا بالضفة في أعمال العنف المتصاعدة هناك منذ بدء حرب غزة، ذلك وفقا لوزارة الصحة في رام الله. أما عن الأهداف التي تقول إسرائيل إنها قصفتها في قطاع غزة، فقد قال الجيش الإسرائيلي قال إنه قصف 32 ألف هدف في قطاع غزة، بالإضافة إلى القضاء على 420 مسلحا بإرهابيا كما يقول بالضفة الغربية وفق وصفه في العمليات هناك. بالانتقال للجبهة الشمالية، أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل ما لا يقل عن 359 شخصا، بينهم 70 مدنيا على الأقل، في حين أن الغالبية هم من عناصر حزب الله وفقا لبيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية. فيما تؤكد إسرائيل أن سلاح الجو استهدف 1400 هدف في لبنان، فيما استخدمت القذائف المدفعية وكذلك الصاروخية ومن الدبابات أيضا لاستهداف 3300 هدف. ننتقل بمؤشر الأرقام للجانب الإسرائيلي. وفقا للإحصائيات الرسمية، تسبب هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي تسبب بمقتل 1170 إسرائيليا وأجنبيا معظمهم من المدنيين. أما عن الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي، فقد تم الإعلان رسميا عن مقتل أكثر من 600 جندي منذ بدء الحرب، بينهم 260 في غزة منذ بداية العملية البرية هناك. أما في الضفة الغربية فقتل 17 إسرائيليا بينهم جنود ومستوطنون ومدنيون خلال أعمال عنف منذ 7 أكتوبر. وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده على بعد خطوة واحدة من النصر في حرب غزة، وإن الثمن الذي دفعته مؤلم ومفجع. وأضاف نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة اليوم أنه بعد نصف عام من الحرب في غزة، فإن الجيش حقق إنجازات عظيمة، من بينها القضاء على 19 كتيبة من أصل 24 تابعة لحركة حماس. وجدد نتنياهو التأكيد على أن حكومته لن توافق على وقف لإطلاق النار ما لم يتم إطلاق سراح الرهائن، وقال إنه على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة، فإن إسرائيل لن تذعن لمطالب حماس التي وصفها بالمبالغ بها. إن إنجازات الحرب عظيمة، قضينا على 19 كتيبة من أصل 24 كتيبة لحماس، ومن بينهم قادة كبار. عدد كبير من إرهابي حماس إما قتلناهم أو جرحناهم أو ألقينا القبض عليهم، وقمنا بتطهير مستشفى الشفاء والعديد من مقر الإرهابيين الأخرى أيضا. لقد دمرنا مصانع الصواريخ والأسلحة والذخائر، ونواصل تدمير ما تحت الأرض بشكل منهجي. نحن على بعد خطوة واحدة من النصر. وبالتزامن مع مرور 6 أشهر على الحرب في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي سحب قواته من جنوب قطاع غزة. وقال الجيش في بيان له إن الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي أنهت مهمتها في خان يونس وغادرت قطاع غزة للراحة والاستعداد لعمليات مستقبلية. وأشار الجيش إلى أن قوة كبيرة لا تزال تعمل في القطاع الفلسطيني وفق الحاجة الاستراتيجية. واعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي
أن الحرب في قطاع غزة طويلة، وقال إن الجيش الإسرائيلي لا يزال لديه الكثير من القوات في القطاع، وأنه سيستمر في قتل المزيد ممن وصفهم بالمخربين وتدمير المزيد من البنى التحتية الإرهابية. من ناحيته قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قال إن القوات الإسرائيلية التي انسحبت من قطاع غزة فعلت ذلك استعدادا لعمليات في المستقبل، منها في مدينة رفح جنوبي القطاع. وفي السياق ذاته قال مستشار الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قال إن تقليص القوات العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة يبدو أنه مجرد استراحة واستعادة لياقة لقواته. أضاف كيربي في مقابلة مع شبكة ABC نيوز التلفزيونية الأمريكية، أضاف أن القرار الإسرائيلي لا يشير بالضرورة إلى أي عمليات جديدة. من الصعب أن نعرف بالضبط ما يشير إليه هذا القرار الذي تم الإعلان عنه الآن. بحسب ما فهمنا واستنادا إلى ما أعلنوه، فإن الأمر يتعلق فقط بتوفير الراحة واستعادة العافية لهذه القوات التي ظلت على الأرض لمدة 4 أشهر. وما نعرفه أن الجنود متعبون وبحاجة إلى استعادة العافية، ولا نقول إنها تدل بالضرورة على بعض العمليات الجديدة القادمة لهذه القوات. إذن فقد مرت 6 أشهر من الحرب في غزة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى إنجاز العملية العسكرية الإسرائيلية لأهدافها، أم أنها أخفقت في المطلوب ولماذا؟ وما دلالات إعلان إسرائيل خفض قواتها في جنوب قطاع غزة للمرة الأولى منذ بداية هذه الحرب؟ تلك الأسئلة وغيرها نعود بها إلى ضيفينا من تل أبيب يوسي يونا عضو الكنيسة السابق، ومن رام الله سيد جهاد حرب المحلل السياسي. أهلا ومرحبا بكم من جديد. سيد يونا، يعني إعلان الجيش الإسرائيلي سحب قواته أو معظم قواته من جنوب قطاع غزة باستثناء كتيبة واحدة، كتيبة نحل، بماذا يشي هذا الإعلان؟ هل هو يعني انسحاب تكتيكي أم إعادة تموضع أو استعداد لعمليات قادمة كما صرح بذلك رئيس الوزراء أو رئيس وزير الدفاع يوآف غالانت؟ طبعا لحد الحين ليس هناك اتفاق لتبادل صفقة لتبادل الأسرى أو اتفاق ما بين إسرائيل وحركة حماس بالنسبة لوقف إطلاق النار. لذلك هذه التصريحات من قبل رئيس الحكومة ورئيس أركان الجيش ووزير الدفاع، هذه التصريحات وفقا بأنه الحرب مستمر، لأنه كيف ما قلت أنه لم نحصل لحد الحين أي اتفاق بين حركة حماس وبين إسرائيل وحركة حماس. طب بناء عليه سيد هنا، يعني لم يحصل هذا الاتفاق ولكن حصل هذا الانسحاب لمعظم القوات الإسرائيلية من جنوب قطاع غزة، هنا السؤال لماذا؟ بالضبط، لأنه الحرب كيفما رأيناها في الماضي لا أرى بأنه لأنه تكون جولة جديدة من هذا النوع، معناها حرب شاملة أو اجتياح بري لمدينة رفح كيفما رأينا في شمال قطاع غزة. أنا حسب رأيي لا نرى استعادة هذا الحرب شاملة في قطاع غزة. طبعا هناك يعني أو طرق واردة للجيش الإسرائيلي كيف يريد أن يتعامل مع حركة حماس، وجدر بالذكر بأن حركة حماس ما زالت تسعى إلى كيف يعني وفقا لتصريحاتها بأن إزالة إسرائيل وأنهم مستعدين أن يرتكبوا نفس المجازر في المستقبل وأشياء من النوع. حاليا يعني حركة حماس هي عدوى لدولة إسرائيل، ولا كيف ما قلت تسعى إلى إزالة إسرائيل. ولكن سيد يعني رئيس الوزراء قال يعني نحن على بعد خطوة كما قال من النصر، البعض قرأ في ذلك إشارة إلى أن هذه الخطوة هي الدخول البري لمدينة رفح، هل يمكن أن يكون ذلك واقعيا؟ يعني أنا بقول أنا لست يعني مختص عسكري مختص في هذه الشؤون، بقول الخيار طبعا وارد، الخيار وارد، لكن بالإضافة لهذا الإشي خلينا نقول إذا تم اتفاق التبادل الأسرى
ما تكون يعني الأوضاع، ما سيكون في المستقبل. كيف ما قلت، طبعا الخيار موجود، نعم، الخيار واضح وارد. واضح. كيف ما قلت، حماس وحركة حركة الحماس حركة إرهابية وحركة تريد تسعى إلى إزالة إسرائيل. وطبعا إذا يكون هناك اتفاق، ما اتفاق سياسي، لا أرى بأنه هذا فيه احتمال في المستقبل القريب بأنه تكون هناك نعم مفاوضات سيدي يوسف، سلمية لتشمل يعني حركة حماس فيها. لإذا كنت مفاوضات سلمية مع الشعب الفلسطيني بشكل عام، وأنا طبعا بؤيد هذه الخطوة إذا ستكون مفاوضات سلمية مع الشعب الفلسطيني ومع السلطة نعم سيدي يونا، الفلسطينية على أساس دولتين شعبين، طبعا أرحب فيها بها. نعم وصلت الفكرة. سيد جهاد، يعني أنتم كيف تقرؤون يعني هذه التطورات الميدانية لا سيما في الجنوب وتحديدا في خان يونس بعد انسحاب معظم القوات الإسرائيلية من هناك تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بهذا الخصوص؟ يعني أعتقد أن هناك خيارات أو سيناريوهات. الأول أن العملية العسكرية البرية الواسعة قد حققت ما أرادته الحكومة الإسرائيلية من حيث المبدأ، عملية التدمير الهائل في خان يونس، ولم يعد هناك أهداف يمكن الوصول إليها في هذه المرحلة، وبالتالي إعادة انتشار لقوات الاحتلال الإسرائيلي حتى لا تكون في مكان يمكن قصفه أو عمليات عسكرية من قبل حركة حماس، هو استهداف مباشر لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في الأحياء، خاصة نحن نتحدث عن منطقة جغرافية صغيرة وكثافة سكانية عالية ومعرفة كبيرة من قبل المقاتلين في أنفاق هذه المنطقة، وبالتالي تصبح الجنود والآليات معرضة للتدمير أيضا وللقتل كما شاهدنا خلال اليومين الماضيين. نعم. قد تكون أيضا هذه محاولة أو هذه خطوة من أجل الوصول إلى اتفاق، بعدما تحدثنا قبل قليل حول الضغوطات الدولية الواسعة على إسرائيل من أجل أن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، وبالتالي التحضير والتجهيز المسبق لمثل هكذا أمر. وقد يكون أيضا استراحة للعودة أو الذهاب إلى رفح، وهذا احتمال لا يمكن استبعاده، وإن كان أصبح ضئيلا مقارنة بالسيناريوهات الأخرى التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية كنصائح للجيش الاحتلال الإسرائيلي، يتعلق بالعمليات الموضوعية أو الجراحية، بالإضافة إلى عمليات الاغتيال لقادة حركة حماس أو المقاومة الفلسطينية. بكل الأحوال، هي فرصة لإعادة النظر في استمرار إسرائيل باحتلالها لقطاع غزة، وأيضا للعمليات العسكرية المكلفة على الجانبين، الفلسطيني من ناحية التدمير الهائل الذي جرى في قطاع غزة، نعم، وكذلك فقدان نعم عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين، بالإضافة إلى فقدان إسرائيل لمشروعيتها الدولية وشرعيتها الدولية، وما شاهدناه في مجلس الأمن، في مجلس حقوق الإنسان وغيره على المستوى الدولي حتى الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن المسألة هنا تتعلق بالأهداف التي وضعتها إسرائيل. أولا، نعم، لم تستطع إسرائيل حتى الآن اجتثاث حركة حماس أو المقاومة الفلسطينية، ما زالت هذه المقاومة إن ضعفت وإن كانت قدراتها أصبحت أقل بكثير مما كانت عليه يوم 7 من أكتوبر، لكن ما زالت قائمة. لم تستطع إعادة الأسرى الإسرائيليين باعتباره هدفا مركزيا، ولم تستطع أن يكون قطاع غزة غير مهدد لإسرائيل، بالتالي ولكن تبقى جميع السيناريوهات كما قلت مفتوحة على الأرض. سيد يوناب، يعني بعد أشهر يعني بالفعل من هذه الحرب التي تجاوزت النصف عام، يعني ما زالت إسرائيل يعني تركض أو يعني تحاول تحقيق أهدافها العملياتية والأمنية والعسكرية في قطاع غزة. اليوم ما هو حجم التحدي بالنسبة لها في الموازنة بين تحقيق هذه الأهداف الأمنية وكذلك مراعاة الجانب الإنساني والخسائر في صفوف المدنيين كما يطلبها بذلك المجتمع الدولي؟ طبعا في يعني من ناحيه عسكريه في انجازات هائله للجيش الاسرائيلي، وانا كيف ما قلت لست مختص عسكري، وبشكل عام لا افضل ان اتكلم عن خسائر وعن انجازات واشياء من النوع. بشكل عام اقول انه في هناك طبعا انجازات هائله للجيش الاسرائيلي لما نتكلم عن الحرب ضد حركه حماس. طبعا الثمن هو باهظ من اولا من قبل المدنيين في قطاع
غزة من جهة، وطبعا تم البعض من الجنود الإسرائيلية، والشعب الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي له يعني مشكلة واسعة أنه يتوسع، يعني يستوعب عفوا هذه الخسائر، وهذه الأشياء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. وكيف ما قلت أنه ليس هناك هذا الخيار بأنه تجديد الحرب الشاملة كيف ما رأينا في شمال غزة، لكن كيف وفقا لتصريحات رئيس الحكومة ومسؤولين آخرون بأنه الطرق الخيارات واردة. لذلك البعض يعتقد أن رئيس الوزراء وضع نفسه وكذلك حكومته أمام أهداف غير قابلة للتحقيق، هل تتفق مع ذلك؟ طلع يعني في إشي من هالنوع، لكن جدير بالذكر أنه في هناك حكومة حربية، وفي الحكومة الحربية في هناك أحزاب مختلفة التي هي ليس يعني شريك كامل في الحكومة الائتلافية التي يرأسها نتنياهو، وهذا إشي يعني يجيب أن نتساءل. خلينا نقول لما نتكلم عن غانس وهو رئيس حزب أبيض أزرق، هل هو يعارض سياسة نتنياهو يوافق سياسة نتنياهو؟ وإذا هو يعارض هذه السياسة لماذا لا يترك الحكومة؟ وبشكل يعني مبدئي اذا لا يترك، ومعناها انه يوافق مع سياسه نتنياهو اتجاه الحرب في قطاع غزه. نعم واضح. سيد جهاد، اخيرا من رام الله، الخطوات باعتقادك يعني التي يعني ربما على القياده الفلسطينيه الحاليه تراها ضروريه لمعالجه هذا الصراع والتوجه يعني او التحرك نحو سلام مستدام مع اسرائيل؟ يعني اعتقد ان هناك مرحلتين، المرحله الاولى عمليه الاندماج والدمج لكل الفصائل الفلسطينيه، لانه لا يمكن لاي حكومه فلسطينيه بعد حرب قطاع غزه دون ان تكون هناك عمليه ادماج لها الناس، وهذه قاضيه على التجارب الدوليه، ما جرى في افغانستان على مدار 20 عاما يؤكد ذلك، ما جرى في العراق ايضا في العشر سنوات الاولى من القرن الحالي منذ عام 2003 الى 2013 يؤكد ذلك. لذلك مطلوب من الفلسطينيين توحيد انفسهم وايجاد برنامج يتفق مع خيار دولتين من أجل أن يكونوا جاهزين لعملية سياسية جادة تترافق مع عملية السلام في المنطقة التي يضع أسسها الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالسلام الشرق الأوسط. ونأمل أن تنتهي هذه الحرب سريعا وأن تعود الحياة إلى طبيعتها، وأيضا أن يكون هناك سلاما واعدا بين الفلسطينيين والإسرائيليين قائم على أساس الحقوق، على أساس المسار الحقوقي في إنهاء الاحتلال وحق تقرير مصير للشعب الفلسطيني، من أجل أن تكون هذه المنطقة فيها سلام وفيها أمن واستقرار وازدهار أيضا، لأن طال هذا الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا بد أن يتم حسمه بحل الصراع تماما وفقا لقواعد القانون الدولي وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وأيضا للمصالح المتبادلة في هذه المنطقة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. من رام الله المحلل السياسي السيد جهاد حرب، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لك من تل أبيب السيد يوسي وناه عضو الكنيسة السابق، شكرا لكم.